مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجزات تاسعة مساء من الجزيرة مباشر مصر أكد الدكتور هشام خندير رئيس الوزراء المكلف أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح وأنه من المتوقع أن يتوصل للشكل النهائي لحكومته غدا الجمعة على أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية يوم السبت واضاف قنديل في مؤتمر صحفي ان بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومه الجديده مشيرا الى ان اهم سمات الحكومه الجديده انها مشكله من فريق متجانس وقادر على تحقيق اهداف الثوره نفى الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه وجود خلافات بين رئاسه الجمهوريه والمجلس الاعلى للقوات المسلحه بشان منصب وزير الدفاع وقال ياسر علي ان ما تردد بشان ترشيح الرئاسه اللواء متقاعد عباس مخيمر لمنصب وزير الدفاع واعتراض المجلس الاعلى للقوات المسلحه عليه لا اساس له من الصحه عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحه ظهر اليوم اجتماعا عاجلا لبحث الاوضاع الحاليه بالبلاد هذا ولم ترد تفاصيل حول الملفات التي تناولها الاجتماع من جهة أخرى عقد دكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسير الأعمال اجتماعا اليوم يتوقع أن يكون الأخير لحكومته بحضور الدكتور هشام قنديل وزير الري ورئيس الوزراء المكلف واستعرض الاجتماع ما أنجزته الحكومة في ملفي الأمن والاقتصاد كما بحث تقريرا عما تم تنفيذه في المحاور الخمسة لبرنامج المئة يوم الأولى للرئيس محمد مرسي من جانبها نفت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون والتخطيط الدولي بحكومة تسيير الأعمال نفت استمرارها في الحكومة الجديدة وقالت أبو النجا عقب الاجتماع الأخير لحكومة الجنزوري إنها تسلمت منصبها منذ أكثر من عشر سنوات وأنها راضية تماما عن الفترة التي قضتها في الحكومات المتعاقبة استقبل الرئيس محمد مرسي مساء اليوم اسماعيل هنيه رئيس حكومه تث... رئيس حكومه حماس في قطاع غزه، وقال متحدث باسم الرئاسه ان لقاء مرسي هنيه جاء استكمال للمشاورات التي بدأها الرئيس مع المسؤولين الفلسطينيين بشان المصالحه الفلسطينيه ورفع الحصار عن قطاع غزه في اطار ضبط الحدود في معبر رفح وفقا للقانون والقواعد. قال وزير الخارجية الإيطالي جاليو تيرسي إن بلاده وافقت على إسقاط 200 مليون دولار من الديون المستحقة لها على مصر ليتم توجيهها لمشروعات تنموية وأشار تيرسي عقب لقائه الرئيس محمد مرسي إلى أن إيطاليا ستزيد استثماراتها في مصر بعد التحول الديمقراطي الذي تشهده حاليا وأنه سيتم إنشاء مجلس مشترك للأعمال بين البلدين قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعيه التاسيسيه ان المؤسسه العسكريه سيكون لها وضع مختلف في الدستور الجديد وستحصل فيه على قدر من الاستقلال النسبي وليس الاستقلال المطلق. واوضح عبد المجيد ان لجنه الامن القومي المنبثقه عن لجنه نظام الحكم هي التي تناقش هذا الوضع ويشارك في اجتماعاتها اللواء ممدوح شاهين ممثلا عن المجلس العسكري. وعن ميزانيه الجيش اكد عبد المجيد ان الجمعيه تميل الى ان يختص مجلس الدفاع الوطني بمناقشتها لما فيها من تشكيل متنوع بين العسكريين والمدنيين نفى مصدر قضائي الأنباء التي ترددت عن قيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك والتصالح معه في وقائع تتعلق بحصوله على مبالغ مالية تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه كمكافآت بالمخالفة للقانون وأكد المصدر أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة ولم يصدر بشأنها أي قرارات مشيرا إلى أن محامي جمال مبارك كان قد تقدم ب. طلب للتصالح وأرفق بالطلب شيكات مصرفية بالمبلغ المذكور وأن النيابة ضمت هذا الطلب والشيكات إلى ملف القضية لحين انتهاء التحقيقات نظم العشرات من اهالي محافظه الجيزه وقفه احتجاجيه ظهر اليوم امام مبنى المحافظه وذلك احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وكذلك تردي خدمات النظ... النظافه وطالب المحتجون باقاله محافظ الجيزه كما هددوا بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والمياه في حال تواصل الانقطاعات <applause> المطلب بتاعنا دلوقتي المحافظ ما بينفذش اي حاجه، زباله وميه، الميه الناحيه الثانيه في فصل ما فيش ما ما فيش ميه خالص، نقعد نتخانق وصف بنقعد نتخانق على الميه فين؟ بننزل السحابه في الجامع، ما فيش ميه ولا والزباله مرميه احنا كنا سبب موضوع الزباله. قال محمد الفيومي القنصل المصري في دمشق ان السفاره المصريه هناك نجحت في الافراج عن 24 مصريا. كانوا محتجزين لدى السلطات السوريه، واضاف الفيومي انه سيتم اعاده المفرج عنهم الى مصر خلال ايام. من ناحيه اخرى لقي مواطن مصري يبلغ من العمر 65 عاما مصرعه خلال اشتباكات وقعت بين الجيشين الحر والنظامي في منطقه القابون بدمشق. يشار الى ان هذا هو ثالث مصري يلقي او يلقى مصرعه خلال اسبوع جراء الاشتباكات التي تشهدها دمشق حاليا. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر في أمان الله شركاء في التغطية